الأناقة وتألق كتألق ملكة جمال ألماس الجزائر جاري ملك الحاضرة معنا اليوم بكل جمالها وتاجها أكيد. مرحبا بك. صباح الخير عليكم. ميرسي بور لانفيتاسيون. نورتينا. كل شيء مبروك حصولك على لقب ملكة جمال ألماس الجزائر. ميرسي بوكو تعيش. حدثينا كيفاش كانت مجريات المسابقة؟ الوغ ديجا على باز انا هاد المسابقة دخلت فيها زهر باسكو ديجا ما كانتش في راسي اصلا. J'étais beaucoup plus dans le côté ta sport et tout, donc le mannequinat et tout, mais quand tu gaffes à ça, qui proposait le concours Hada, comme j'aime la compétition et tout, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance, Balak. Il y a un peu le munafasa, ça. Oui, c'est ça, Hada. Quel était le nombre de candidats qui étaient dans le concours? On était 9. Ça. Ça, Allah ybarak alayhom, gha chabat, gha toilette, gha. ما شاء الله. ما كنتيش تهتمي بعالم التسابق وعالم ملكة الجمال، لكن أكيد كنتي تهتمي على إطلالتك كامرأة، صح؟ وي بيان سور لازم. ديجا على باز أنايا تاني درت البلوغينغ تما تاع اليوتيوب إيتو الانستغرام، البلوغينغ تما تو سكي مود فاشن. يلا نعاودوا نذكروا مشاهدينا وقتاش كانت المسابقة والجهة المنظمة لملكة جمال ألماس الجزائر. C'était le 8 mars, Hada, Fqaat ibn Khaldun. Où on a en stage pendant 4 jours. Ça m'a fait 4 jours, on a fait un travail énorme. C'était vraiment beau le résultat. 4 jours, vraiment chapeau pour le chorégraphe Habib Tata, l'inhiya bel mounasaba. Oui, donc déjà, je ne savais même pas pour les talents. 4 jours, je savais que je suis bien. نتحصل على اللقب سيتي فريمون انجاز عظيم بور موا. واش نوع التمرينات اللي وجهوهم لكم خلال 4 ايام؟ سيتي كيفاش توقفي، كيفاش تهضري، كيفاش تمشي سورتو، كيفاش تعجبي لجنة التحكيم باسكو سيتي البلوز امبورتون، كيفاش تقابلي لا كاميرا، تو سكي. ونرجعوا للاحتفاليه في 8 مارس كان تتويجك باللقب، ومعروف انه في كل مسابقات ملكات الجمال تكون فيه اسئله واختبارات، اسئله ثقافه عامه وغيره. انت واش هو السؤال اللي وجه لك؟ احنا السؤال بوكو بلوس سيتي كيفاش الهدف تاعك ابخي هذه المسابقه، واش راكي حابه ديري؟ هذا ما كان. واش كانت اجابتك؟ كما كاع الملكات بيان سور لازم نعاونوا الناس المحتاجه لينا، وواحد ما ينساش المشاريع تاوعو، لازم عندنا كاع مشاريع لازم نديروهم في حياتنا. كيفاش تشوفي العمل نتاعك ما بعد تتويجك بلقب ملكة جمال ألماس الجزائر؟ واش هي المهام اللي سطروها لك المنظمين؟ هي ما يخلوا لك حرية الاختيار، تسمى ماشي زعما التصدير هو يقول لك واش ديري واش ما ديريش، يخلي لك حرية الاختيار، تسمى يخليك تحقق أهدافك سورتو الأحلام تاوعك اللي ملي كنتي صغيرة بوتيتخ ما جاتكش لا شونس تحقيهم، هما يعطوك هاد لا شونس باش. وأمين سبيا راح يرافقك أكيد. وي بيان سور. نوجه له تحية اللي نظم هذه المسابقة والتظاهرة اللي عندها مكانة عالمية، لأنه ملكة جمال ألماس هي مسابقة عالمية ومحظوظة الجزائر باحتضانها مثل هذه المسابقات والتظاهرات. كيفاش تلقاي المتسابقات؟ المستوى نتاعهم كيفاش كان؟ كانت منافسة قوية؟ وي مسابقة تسمى المستوى كان جد عالي، سورتو كو كاين بزاف منهم اللي موالفين يديفيلي وموالفين عروض الأزياء إتو، تسمى موالفين يديروا هاد العفايس، وأنا قدامهم اللي كنت حجوز حياتي كاع في التيران غير مع البالون دو فولي. دونك تلعبي فولي؟ وي جو سوي شامبيون دافريك اون فولي بول. واو ما شاء الله، بطلة إفريقيا في الفولي وهي ملكة جمال ألماس الجزائر، أكيد أنه راح تتبدل نظرتهم كرياضيين من جهتك. سي صح، مع الفريق الرياضي البترولي اللي نحييهم بالمناسبة جي اس بي. معروف أنه الرياضيات يعني ما يهتموش كثير بالأنوثة نتاعهم والمظهر نتاعهم، صح؟ بيان سور، سي سو كو جو فولي بروفي في هذا الكونكور، حاب يقول ماشي لازم كي تكون رياضية، حاب يقول عندها الأنوث هذيك الجانب الذكري أكثر من الأنثوي. وكيفاش راهي نظره زميلاتك في الرياضه وانت دخلتي لهذه المسابقه
شجعوك ولا العكس؟ وي شجعوني وحسوا شغل باللي شرفتهم، شغل مثلتهم باللي كاينه انوثه في الرياضيات، شغل اللي يديروا رياضه. وما شاء الله عليها كاين طول قامه بالجزائر، هو الدليل اللي انا نشوفه فيها بحضور ملكه جمال الماس الجزائر. راح تشرفيني جاري ملك، شرف لي. وننضموا لامين اللي أمين سبيان وجلو، تحية راهو قابلنا وراه يشوف في مجريات هذا التصوير. محمد موفق حاضر معنا باش يعطينا حوصلة حول العديد من الفعاليات الثقافية والفنية. تفضل يلا. ميرسي. هكذا باش تشوفوا طول ملكة جمال الماس الجزائر. مانيش مبان في الكاميرا. يلا شباب اعطوا لنا الصورة. إذا رايحين على فاصل مشاهدينا، من بعد تنضم معنا جاري ملاك إلى زميلنا محمد موفق كي نستعرض المحطة الثقافية.